أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: صلى رجل ونسي في فمه علك، وهو اللبان في فمه، فأخرجه من فيه، فما صحة صلاته؟ صلاته صحيحة يا أخي، لا بأس بذلك، حتى لو بقي فيه ما يخالف، صلاته صحيحة. لكن ما يأكل شيء وهو يصلي، ولا يشرب وهو يصلي، أما مجرد وضع شيء في فمه لا بأس بذلك. نعم.